حول هذا الملف ينضم إلي الآن من بغداد السياسي المستقل عباس العردوي. أهلا بك سيد عباس. بعد تنصيب إبراهيم رئيسي رئيسا لإيران، ما هي أبرز التحولات التي سيشهدها الملف العراقي بقادم الأيام؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم ولكرم الاستضافة، تحية لجمهوركم الكريم. لا شك أنه السيد رئيسي يعتمد مدرسة المحافظين الذي تقترب بشكل كبير من الولي الفقيه، وبالتالي سينفذ الكثير من الخطط والتحركات التي كان ينبغي أن تكون واضحة أمام تحديات كبيرة، وكانت قد ما طلبت بها حكومة روحاني، وأهمها الملف النووي والملف العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية. بخصوص العراق أو بخصوص المنطقة، أعتقد أنه هنالك تنفيذ لقرار سابق تم اتخاذه داخل الشورى الإيرانية، وهو المتعلق بإخراجها من غرب آسيا باعتبار أنه بعد حادثة استشهاد قاسم سليماني. كذلك هنالك خطة وضعت داخل البرلمان الإيراني للتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية على مدى 6 سنوات قادمة. كل هذه الخطط وبطبيعة النظام والمؤسسات الإيرانية، أعتقد أن الرئيس سيذهب باتجاه واضح جدا للتحشيد من أجل إخراج الولايات المتحدة الأمريكية، سواء كان من العراق أو سوريا أو حتى من المنطقة. وبعض التحولات واضحة جدا في المنطقة، منها التغييرات في موضوع التواجد في الخليج وغيرها. نعم سيد عباس، لكن تقارير صحفية الآن تتحدث عن احتمالية عودة التوازن في الصراع الأمريكي الإيراني، وأن العراق يمكن أن يلعب دورا مهما في هذا التوازن، كيف تعلق على ذلك؟ طبعا العراق سعى منذ عام 2018 تحديدا إلى أن يذهب باتجاه نقل العراق إلى محطة حوار للمنطقة بكل تقاطعاتها، وأن ينتهي من موضوع وجود صراع، سواء كنا يعني متضررين أو غير متضررين. هنالك أمرا واقعا على الأرض، هنالك رفض شعبي للتواجد الأمريكي، وهنالك استخدام للقواعد الأمريكية بالضرر بجارة إيران أو غيرها في المنطقة، باعتبار حتى التحركات في سوريا كانت مرفوضة، والقانون العراق يرفض ذلك. لهذا الموضوع التعامل والتعاطي مع هذا الملف بالتأكيد سيأخذ منحى آخر. الولايات المتحدة الأمريكية أيضا هي لديها رسائل، لأنها تريد، ومن خلال رسالة بايدن تحديدا، هنالك أولوية لديها بالذهاب نحو روسيا، الذهاب نحو القطب المتجمد، باعتبار أن هنالك تحركات اقتصادية وغيرها. أعتقد إذا ذهبنا باتجاه فرض الأمر الواقع، نحن نتجه باتجاه تهدئة مفروضة بالمنطقة. الملف النووي إيران ذهبت به كثيرا، وقد تستثمر هذا الموضوع من خلال عدم عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى التفاوض، وهذا ينفعها باعتبار أنها سترفع مستوى التخصيب وغيره. بهذا الموضوع فيه جدلية كبيرة، لكنه ليس الأهم في التواجد على الأرض. لا ننسى أن هنالك رفضا عراقيا أيضا للتواجد الأمريكي، فضلا عن طبيعة الأولويات في المنطقة وتغييراتها وتحولاتها، وذهاب بعض الدول نحو التهدئة، أو على الأقل تقدير انكسار مشروعات سابقة كانت تحاول أن تفرض وجود، لا سيما وجودها ضمن تهديدات العصابات الإرهابية التي انتشرت في المنطقة. نعم، عودة سريعة للحديث عن الرئيس الجديد سيد عباس. صلاحيات واسعة ونفوذ قوي يتمتع به الرئيس الجديد لإيران إبراهيم رئيسي، نظرا لقربه من المرشد الأعلى علي خامنئي، هل تتوقع أن هذا سينعكس على نشاط الفصائل في العراق؟ أعتقد هذا سينعكس على نشاط السيد رئيسي في داخل إيران. هنالك الكثير من التحديات في الداخل الإيراني، هنالك سعي للإصلاح الاقتصادي، هنالك سعي لتثبيت بعض النقاط التي كانت مرفوضة من السيد الولي الفقيه اتجاه الحكومات السابقة في التعامل والتعاطي معها، هنالك سعي لإصلاح المنظومة الاقتصادية، هنالك محاولات لدفع بعض الأضرار التي تعرضت لها إيران من خلال التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية في الملف النووي. هذه أولويات. أما في التعامل مع العراق فالموضوع يختلف، باعتبار حتى هذه الفصائل وإن كانت ترتبط ارتباطا عقائديا، لكن لا ننسى أن الموضوع متعلق بالجغرافيا العراقية، وهذه مساحة تؤخذ من بعين الاعتبار. الفصائل العراقية ترى أن تعاملها مع المنطقة تعامل متعلق بالمشروع العراقي كما هو موجود في غيره. نعم، هو جزء من مشروع كبير اسمه المحور والمحور المقاومة، لكن بالتأكيد هنالك أولوية للمشروع العراقي،
هنالك إعادة نظر في كثير من الخطط التي ممكن أن ترسم التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما أصرت البقاء، وهذا لن يكون له تأثير مباشر من قبل الرئيس الإيراني قطعا بقدر ما هنالك تأثيرا على الداخل الإيراني. نعم، السياسي المستقل عباس العردوي كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لك.